في ثاني أيام زيارته لليابان للمشاركة في قمة مجموعة الـ20 المنعقدة بمدينة أوساكا، استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بالمشاركة في قمة مصغرة ضمت كل من الصين ومصر وجنوب أفريقيا والسنغال وبمشاركة سكرتير عام الأمم المتحدة. كما عقدت قمة مصغرة مع رئيسي جنوب أفريقيا والسنغال. وعقب التقاط الصورة التذكارية للقادة والزعماء، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة الـ20. وعلى هامش أعمال قمة مجموعة الـ20 المنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، حيث تطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشارة الألمانية أنجلا ميركل،